منتخب كوتي بور من المنتخبات القوية ومن الفرق المرموقة على مستوى القارة السمراء وعلى الصعيد العالمي. من الرئيس بول بيع رئيس الكاميرون حقق مع الكاميرون التاج الافريقي عام 88 بعد الفوز في النهائي على حساب نيجيريا 1-0. هذه فرصة خطيرة، فرصة التسجيل، والحارس أكاسا، أكاسا يتصدى لكوتشيا، هجمة للفيلة، كورة لكوت ديفوار كان ممكن ياخذ التقدم المنتخب الليفواري. المنتخب الليفواري في أول تهديد وأول مناورة وأول محاولة وأول كورة كان قريب التسجيل لولا أكاسا حامي عادي نتوب. اللي يعرف جيدا كوت ديفوار باعتباره في السابق لعب في الملاعب الليفوارية مع نادي أفريكا سبور. أبرز الأندية في كوت ديفوار الثنائي المعروف السيك ميموزا أبيتشان وأفريكا سبور. أبيتشان المدينة الكبيرة في عدي بايون انتر 60 مباراة دولية في رصيد 30 هدف. كرة ثابتة الآن، الكرة الثابتة لصالح منتخب التوغو في مناطق كوت ديفوار. تلعب كرة داخل منطقة الجزاء والحارس هو يمسك بالفيلة. يوري يلعب كرة عند ولفريد زها، ولفريد زها يكسر خطأ. ولفريد زها الملقب بالميوزك فيس يفتح الفيلة التقدم أمام الحارس أكاسا كوسي أكاسا حارس مرمى صاحب خبرة. كرة تلعب مقوس الأبعاد من عدي بايون، يحاول كرة خارج الملعب إلى ضربة زاوية لصالح المنتخب الليفواري على مستوى القارة السمراء. الكرة تلعب بشكل مقوس الأبعاد حظ. منتخب كوت ديفوار يعرف كما ذكرت النتيجة السلبية أربع مرات في الدور النهائي. 2009 أمام غانا، 2006 أمام مصر، 2012 أمام زامبيا، و2015 أمام غانا. هذه محاولة خطيرة، فرصة تسجيل ولكن تضيع الفرصة. تضيع المحاولة على اللاعب لابا. اللابا يضيع. لابا مهاجم يلعب في المغرب مع نهضة بركان. في رصيد أربع دقائق من ست مباريات. محاولة أمامنا هادي بايور يلعب كورة. منتخب التوغولي يختلف دفاع كوت ديفوار ولكن اللمسة الأخيرة شبل عند مرمى. أمامنا الانطلاقة اللي كانت زمان فلايت عليها المنتخب التوغولي عن طريق توسيبي. توسيبي توسيبي عرضية خطيرة ولكن تنتهي عند الحارس. الحارس بو سيلمان بو لتوسيبي. توسيبي ماتيا يمارس الكرة لتوسيبي ماتيا باتجاه بيبو لاس. بيبو بيبو ماكيسي بيبو ممتازة التمريرة، فرصة التسجيل والحارس كوبو يتدخل. سيلفا سيلفا كان حذر يضرب الدفاع الليفواري. كرة اللاعب بيبو لاعب فورتونا دوشلدور في الفريق الالماني، يلعب الدرجة الثانية في المانيا، يلعب كرة بينية مع التحرك كان سريع من توسيبي لاعب ستاندر دولياج البلجيكي. لكن حارس المرمى سيلفا كوبو كوبو كان حذر، خروج كان في محله وامامنا. كلوت الليفواري لحد الان لم يقدم الاداء المقنع. جماهير الليفواريه في انتظار الامكانيات والقدرات الكبيره لهذا المنتخب. كره ثابته اوريه يسدد والحارس ساكاسا سيرجيو اوريه. كره للوراء تمرير من جانب جون سيري. ارتد الكره تعود لسيريدي. سيريدي يلعب كره تقدم كيسي فرانك كيسي. محاولة مرور من ولفريد زها. ولفريد زها طية خطيرة الواحد صفر ولكن تبعت كرة في اللحظة الأخيرة من سيرجي جاكبين. يبعت كرة خطيرة كان ممكن يسجل المنتخب الليفواري أمام الإعادة. ولفريد زها انطلق يلعب كرة عرضية مر من الدفاع والحارس ولكن سيرجي جاكبي في آخر لحظة لاعب شنب الإيطالي إيمانويل يلعب كرة ممتازة باتجاه بيبو. بيبو يحاول مرور. بيبو بيبو يتمهل. بيبو في كرة حاول اختراق دفاع ليفواري. بيبو مع سيرجيو اوريه. اوريه بيبو يرجع كرة الوراء لأورتيغا. أورتيغا كرة داخل المنطقة محاولة خطيرة مطالبة ضربة جزاء الهجمة مستمرة. بيبو يكسب كرة تعود لصالح المنتخب الليفواري. مشاكل دفاعية بالجملة في دفاعات الفيلة
وصبرة الحكم الكاموني إيريك وتوغو كاستان طولن انت يا الشوط الأول لقاء كوتيفوار التوغو شوط أول ينتهي بسبرين شوط وبطل أفريقيا 92 التشكيلة لا ينقصها النجوم ولكن مهمة الدفاع عن اللقب ليست بالمهمة السهلة علينا بداية حقبة جديدة ومرحلة جديدة للفواريين المنتخب الإيفواري بفريق شاب من أصول لبنانية عفى مع استاد أبيجان بعد ما لومون تكلم عن قوة وسط منتخب كوت ديفوار الكرة الثابتة انتظر في هذه المحاولة وهذه الكرة كرة عبر الانفجار هنا عند كاكبي كاكبي تصل الكرة إلى كوت ديفوار بعد ما تراولي يتسبب في خطر ما تراولي على الماضي والتوبيستا كرة داخل المنطقة هادي بايور ينحت على وشوم توغولي والتصويب كرة تستمر بدفاعات المنتخب الليبوري خارجين المنتخب توغو في هذه اللحظة ولكن تسيبي يقع بالتسلل جوري جوري خطير الهدف كان قريب ولكن كان جاي ضيع جاي ضيع ولكن في السابلة في السابلة التسلل هذا جوناثان كوتشايا ويجمع استون فيلا امام لولي عادل الفهد كيف يضع التسلل ساعد الفهد رايا ركله حوله غير مباشره لصالح منتخب فرانكيسي فرانكيسي ارضيه بينما روماو يقوم بالتغطيه الكره تعود ديف واليا ولعب في مناطق التوغو كوتشايا يلحق الكره لم ينجح في اليمين الكره تنتهي لخارج الملعب سلامون كالو يبدو لي والاقرب او جون سيري لاعب نيس الفرنسي لكن يبدو لي سلامون كالو صاحب الخبره الاقرب للتبديل للتسديد سلامون كالو بعيد الكره قول سلامون شقيق بونافنتور هو الاخر من مدرسه اساك ميموسا المدرسه الشهيره في افريقيا وفي كوت ديفوار مدرسه كبيره اكاديميه افتتح الفرنسي جون مارك كيو العافة مع كوت ديفوار في كار 92 في السنغال ضربة زاوية لصالح التوغو كوسيبين ولعب كورة داخل المنطقة الرأسية الابعاد الابعاد والتغطية البطولة القادر المنتخب الايفواري حتى من خلال هذا الاداء الغير مقنع ان يحقق الفوز منتخب كوت ديفوار 2013 لكن المبنى التي في نهاية المطاف في أول قليل تسلل توغو 2-1 هذا هو البلد سها ويفرد سها يمر ويفرد سها خطير هي ولكن تلتد الكرة مجهود ممتاز من البلد سها منتخب الإيفواري عنده أسماء قادرة على صناعة الفرق في أي لحظة ويفرد سها شفناه بر وقت لك ولكن في اللحظة الأخيرة تدخل المدافع سيرجي كاكبي يراهن على الفرديات على ويلفريد سها على كوتشايا على سلامون كالو هنا تكمن قوة الفيلة أمام ويلفريد سها ماتش بشكل ممتاز راوغ اللاعب التوغولي اللاعب مهاجم ويلفريد بوني مهاجم ستوك سيتي عند 13 هدف مع كوت ديفوار من 48 مباراة كوت ديفوار في آخر ربع ساعة من نهاية اللقاء يبحث عن هدف ويقول بوني بوني في التسلل يقع في المسجد ركلة حلقة مباشرة لصالح منتخب التوغو منتخب التوغولي توغو تحدد عن التوغو 2006 توغو كاتي فوز توغو في تاريخه هذا المنتخب فاز 3 مرات فقط في الكاس يعني عنده 3 انتصارات من السابق وشركة السابقة كورة داخل المنطقة محاولة خطيرة على بعد كاسي دولي مع منتخب بلاده اللي يسجل وليه إغارة حياة الصدمة تكون من 3 لاعبين والحارس كاسا سيرج وليه وليه كرة ترتد من حياة الصدمة تعود لسيرج وليه يحاول مرور وليه يلعب كورة داخل منطقة الجزاء كنترول سريع الكرة على منتخب الريفواري يعود بأجمل اللعبة
لا كما تقول هاتي بايور كونتر ماتيس من طا بين التوغو هاتي بايور برا فرصة خطيرة وقت التوغو يسجل ايش كورة داخل المنطقة الجزاء لكن تنتهي لضربة مرة جوسيفي ما سينتهي بالتعادل السلبي من دون هدف سي ليفوال الشاب اللي يسلم الراية من الشيل الذهبي بقيادة ديدي دركبا والاخوان كولو ويا يا توري وشيرفينيو ديدي سكورا تشكيلة كوديفوار اليوم تضم وشوش شابة قوية أكيد تحتاج وقت للتمرس أكثر على المستوى الأفريقي